وضروري للحياة وضروري أيضا للصناعة. ففي جميع المنشآت الصناعية نحتاج غالبا للماء من أجل تركيز أو تثرية الفوسفات أو إنتاج الأسمدة. بالنسبة للمشروع الكبير اللي تعطينا الانطلاقة ديالو في فبراير 2016 للتنمية الصناعية الفوسبكرة، اللي هو مشروع مندمج اللي كيهم مغسلة جديدة للفوسفات، كاين ميناء جديد وكيهم خصوصا مركب مندمج لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية. من أجل التصميم ديال هذا المشروع الماء كان محور أساسي من أجل ترشيد استهلاك ديالو وإيجاد أنجع الطرق من أجل استغلاله وكذلك إنتاجه. والإشارة هنا بأن في العيون لا وجود للماء العذب، فكل ماء العذب ضروري للإنتاج الصناعي وينتج عن طريق تحلية ماء البحر. ومن أجل تحلية ماء البحر هناك استثمار مهم اللي في إطار هذا المشروع لتنمية شركة فوس بكرة من أجل إنشاء وحدة ثانية لتحلية ماء البحر بسعة تناهز 7.5 مليون متر كوب في السنة. وفي التصميم ديال هذه المنشأة تمت مراعاة جميع المعايير وأحدث التقنيات الناجعة في تحلية ماء البحر، وكذلك بالرجوع للخبرات التي ركمها المجمع خصوصا في مشاريع تحلية ماء البحر خصوصا في العيون أو في جرف الأصفر.